اهلا بكم الى الفقره التحليليه وارحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ خالد عبد العزيز. اهلا بك معنا. مرحب بك ومرحب بمشاهدينا الكرام. نبدا الجوله من السودان ومنها نقرا النفط توقع الضخ من حقول جنوب السودان خلال 60 يوما. توقعت وزاره النفط فراغها من عمليات الصيانه وضخ النفط من حقول الوحده وثار جاث بدوله جنوب السودان في اقل من شهرين، في وقت اعلنت فيه عن توجه الفرق الفنيه للعمل بالحقول الجنوبيه اوائل الشهر الجاري. وقال وزير النفط أزهري عبد القادر للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن هناك مساء لوصول الطاقة القصوى للإنتاج بهذه الحقول قبل نهاية العام الجاري. أستاذ خالد، فترة شهرين يعني تقريبا هي المحددة من هذا الحديث، هل تعتقد أنها كافية لاستئناف ضخ النفط وحصول عائدات؟ كل درية كبيرة، يعني عملية العمليات الفنية لإصلاح الحقول والمنشآت النفطية في ولاية الوحدة مرتبط بشكل كبير باستقرار وثبات حالة وقف إطلاق النار، مرتبط بدرجة كبيرة بالأوضاع الأمنية على الأرض ومدى التزام الأطراف الموقعة على وقف إطلاق النار وعلى الاتفاق الإطاري للسلام بهذه البنود. أي انتكاسة في عمليات وقف إطلاق النار أو في التفاوض الذي يجري الآن في الخرطوم أو مرتبط بدرجة ثانية بمدى التزام قواعد والمكونات المحلية والميليشيات والقوات الموجودة على الأرض ملتزمة بتوجيهات قياداتها، إذا كان في جوبا أو إذا كان قيادات الأطراف الحاملة للسلاح المتمردة على سلطة الدولة. فده عامل، ده العامل الرئيسي بيتيح مساحة لأنه يكون في عمليات بتاع صيانة على الأرض، هو الاستقرار الأمني في المنطقة، وده عامل رئيسي. وحتى الآن في تقدم في العملية السلمية في وقف إطلاق النار، لكن تقدم هش. يوم أمس تبادل الطرفين الاتهامات بخرق إطلاق النار في ساعاته الأولى، فبالتالي في صعوبة إنه يحصل، يعني في أي عملية بيكون في حرب لبعض الوقت من الصعب الالتزام مباشرة بوقف إطلاق النار، خاصة في ظروف معقدة زي جنوب السودان. الحرب هي بدت كحرب سياسية، اتخذت جانب قبلي وجانب مليشي، وفي سيولة أمنية في المنطقة، وفي ضعف في السيطرة المركزية من قبل قيادة الطرفين على قواتهم على الأرض، لأنها فيها جانب غبلي وجانب مليشي وفي ناس مستفيدين من الحرب. ده العامل الرئيسي. العامل الثاني بعد كده في حالة حدوث استقرار كامل في المنطقة هو المسائل الفنية المرتبطة بالتخريب والحصر للمنشآت في وقت محتاجة زمن. عملية النفط عملية معقدة، إعادة الإنتاج بياخد دائما زمن طويل لأنه هي مسألة معقدة. نشوف زي ما حصل في مصفات الخرطوم في الشهر الماضي والشهر الكبال، وكان في مشكلة في مصفات الخرطوم رغم ما في أي ظروف حرب، ظروف استقرار، لكن عملية إنتاج النفط وتدفقه عملية معقدة. نتذكر في الخرطوم أخذت فترة طويلة جدا، فبالتالي هي قد تحتاج يمكن لفترة أطول من شهرين. لكن بكل التقديرات يعني بداية استئناف النفط دي بيعود يكون عنده عوائد اقتصادية كبيرة على البلدين. ما هي هذه العوائد المتوقعة وتأثيراتها؟ طبعا الأحداث في جنوب السودان أدت لانخفاض كبير للنفط. في ديسمبر 2013 كان الإنتاج حوالي 300 ألف في برميل يوميا، الآن بصورة متعسرة الإنتاج حوالي 132 ألف برميل، ودي نسبة بتاعت انخفاض كبيرة جدا تعادل أكثر من 50%. ودي أدت بالتأكيد خلقت حالة أزمة اقتصادية كبيرة جدا في جنوب السودان، لأن النفط بيمثل 98% من موارد الدولة، فبالتالي الدولة فقدت معظم مواردها. السودان فقد مرتين، المرة الأولى باستغلال وانفصال دولة جنوب السودان عن السودان، السودان فقد في الحالة دي مباشرة 73% من عوائده من العملة الأجنبية من بخروج نفط الجنوب، ودي الحقيقة عملت المشكلة في سعر الجنيه السوداني وعملت الخلل الكبير في الميزان التجاري. السودان بأي برميل بتاع النفط من جنوب السودان تقريبا السودان بياخذ 24.5% أقل من 25 دولار في البرميل، فدي ممكن تكون عندها إذا كان ارتفع زي ما هو متوقع في خلال شهرين ل 180 ألف برميل في اليوم، وفي خلال أقل من سنة يصل قريبة 300 ألف برميل في اليوم، دي حيكون عوائده كبيرة جدا
على الرغم ده على اقتصاد ال 25 رقم ثابت ولا نسبة مئوية بزيادة أسعار النفط بانخفاض يعني تتعدى؟ هي حتى الآن هي نسبة ثابتة، لكن أفتكر غالبا حيكون فيها تفاوض لأنه النفط انخفض أسعاره عالميا. لما عملت النسبة دي النفط كان بقريب 120 برميل أو في 120 دولار، الآن النفط بيتعسر بين 70 60 ل 80 بيتأرجح، فده انخفاض كبير ممكن يكون في تفاوض جديد. بكل الأحوال هو بيكون عنده عوائد في مدلولات اقتصادية كبيرة على الدولتين، دولتين خروج النفط إضافة لعوامل أخرى أثرت تأثير كبير على اقتصاد البلدين، عودته مرة ثانية يعني بعيد الشرايين لاقتصاد البلدين، بعيد نوع من التهدئة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، لأنه برضو الأزمات الاقتصادية سببت في مشاكل أخرى على المستوى السياسي والاجتماعي بين البلدين، وممكن ده يزيد من مقدار الصغة بين البلدين ويعني حقق نوع من الاستقرار في البلدين. بكل الأحوال خطوات إيجابية في حالة إنها تمت، لأن عندها مدلولات اقتصادية وسياسية كبيرة، لكن هي العملية كلها مرتبطة ب مدى التزام كل الأطراف في جنوب السودان بعملية وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة يرضي بها كل الأطراف في جنوب السودان.